مرحبا بك. بالنسبه لحاله بالنسبه للعوان نتاعنا الله يرحمهم اللي تم الغادر بهم هما 6 عوان، عندنا 3 مصابين. عندنا كما تعرف انت وكما كنت تحكي في خصوص تعرض الدوريه في منطقه سايد والسعيجه الى كمين متمثل في انفجار لغم، حصل عنه الاصابات والاضرار البشريه اللي كنت نحكي فيها سابقا. حاليا وحداتنا مدعمه بالجيش الوطني، مدعمه كيف كيف زاد بطائره مروحيه تقوم بتمشيط المنطقه. كان عندنا حاجه اخرى نجموا نفيدوا بها من بعديك الراي العام. نعم، اذا الى حد هذه اللحظات حصيله شهدائنا من الحرس الوطني هي 6. نعم، ماذا عن صورة وحيثيات هذه العملية الإرهابية ولو بإيجاز؟ يعني نعرف لا يمكن الدخول في الكثير من التفاصيل في مثل هذه العمليات. مثالش نجم نفيدوك ونتفاعلوا معاك لكونه صورة الحادثة متمثلة في كمين. تعرف أنت النجاة من الكمين يصعب منها، صعيبة شوية. هذا هو النجم نقول لك عليه توا أختنا، وإن شاء الله تتوفر عندنا معلومات أخرى. نعم، ونتابع معكم كل هذه المستجدات.